بموسيقى فيلم العذاب لو بارين الشهير الذي أدى بطولته الممثل مارلون براندو، شيع فيتوريو كاسامونيكا عذاب إحدى أهم عائلات المافيا في العاصمة الإيطالية روما، الذي توفي متأثرا بداء السرطان عن عمر نهز 65 عاما، وأقيم له حفل جنائزي كبير. الطقوس الجنائزية التي تخللها نثر الورود من طائرة مروحية في سماء المنطقة، والتي اعتبرت استفزازية وتتضمن تحديا للسلطات الإيطالية، تثير جدلا قويا في الإعلام. داخل الكنيسة كانت الطقوس معقولة وبسيطة، يقول هذا الشاهد. المشاركون فيها تابعوا الطقوس بخشوع واهتمام، بعضهم قاموا باعترافات للكاهن وأدوا الصلوات وأبدوا تحكما شديدا في النفس. خارج الكنيسة علقت شارة كتب عليها: لقد فتحت روما وستفتح الجنة، وهو ما لم تهضمه العديد من الأوساط السياسية والإعلامية وحتى شرائح واسعة من الرأي العام، وإن وجد من رأى في الأمر ما يثير الضحك.